بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد أنت غايتي الحمد لله رب العالمين. احنا في وضع افضل افضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة والإخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير عليك. مشروع مستقبل مصر، الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة. الزراعة هي سر القوة والحياة، واللي بيمتلك قوته بيمتلك قراره. علشان كده وضعت القيادة السياسية مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولوياتها. فبدأت على الفور في تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في المشروعات التنموية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لكل المصريين. إن شاء الله ما فيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. وفي عام 2017 كانت البداية بانطلاق مشروع مستقبل مصر باستصلاح 200 ألف فدان، واللي بيقع على محور رود الفرج الضبعة، واللي أضاف عدة مزايا استراتيجية كتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج ونقل المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة. يعني تلحق الموسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح. وتماشياً مع خطة الدولة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية لمواجهة التحديات العالمية، تم العمل على مدار الساعة لسرعة استصلاح وزراعة مساحة 150 ألف فدان كمساحة إضافية، ليصبح إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 350 ألف فدان. إنجازات عملاقة بالتعاون مع شركات البنية التحتية، فتم تنفيذ أعمال الاستصلاح وحفر الآبار والمياه الجوفية وتركيب أجهزة الري المحوري واستخدام أحدث الطرق الزراعية المتطورة المعتمدة على نظم الزراعة الرقمية، إلى جانب توسيع محور الضبعة وإنشاء الطرق الرئيسية والداخلية للمشروع وإنشاء الشبكات الكهربائية وربط شبكة كهرباء الدلتا الجديدة بشبكة كهرباء مشروع مستقبل مصر. ومن الدلتا القديمة تمتد شرايين الحياة للدلتا الجديدة من خلال ترعة مستقبل مصر بطول 41 كيلومتر لإحياء واستصلاح 700 ألف فدان إضافية، ليصبح إجمالي الأرض المستصلحة 1,050,000 فدان في مشروع الدلتا الجديدة، لتوفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الذرة الصفراء، بنجر السكر، والمحاصيل الزيتية والخضروات. وده لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج الزراعي وبأقل تكلفة، ونتاجاً للجهد المتواصل وتطبيق العلم الحديث، ومع بدء عجلة العمل وظهور الإنتاج من المحاصيل المختلفة بجودة عالية، فقد وجه فخامة الرئيس بالبدء في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى الوصول لمستوى الاكتفاء الذاتي.
الأسود واقفين في حبك يا بلادي. طموحنا ملوش سقف، أحلامنا ملهاش نهاية، تحدياتنا قوية لكن إرادتنا أقوى. وتستمر مصر تمتلك قوتها وقرارها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.